مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 20 للاحد 26 اذار مارس؟ شو في عنا بهذا الاسبوع؟ هذا الاسبوع منودع الكره الارضيه، بتودع الشمس من برجكم، وذلك بينتهي فصل الشتاء وبيبدا فصل الربيع يوم الاثنين 20 اذار مارس الساعه 11:30 المساء توقيت بيروت. عندنا حدث ثاني بهذا الاسبوع هو انه في عندنا قمر جديد ببرج الحمل يوم الثلاثاء دغري، بيوصل القمر الى برج الحمل يوم الثلاثاء ودغري من بعده بيصير في عندنا قمر جديد ببرج الحمل. كيف بدها تكون التاثيرات الفلكيه، الاحوال الفلكيه؟ بنبلش مع الاثنين والثلاثاء يلي هن يومين كثير حلوين لكم، لانه في عندنا قمر ببرج الحوت. القمر ببرج الحوت هو طبعا ببرجكم، يعني عم بيقول لكم نحن هلا دخلنا، يعني انتم مواليد برج الحوت دخلتوا بمرحله كثير حلوه فلكيا، لانه هلا انتم صرتوا بالمرحله الثانيه. الشمس طلعت من برجكم، هلا عم بلشتوا سنه جديده، عيدتوا عيد ميلادكم، هلا عم بتبلشوا تتقدموا بهيدي السنه، وهلا القمر وجوده ببرجكم عم بيقول لكم اوكي يلا بلشنا صفحه جديده. عندنا 13 شهر قمري، 13 صفحه جديده، ف يلا عندكم شغل. انا بعتبرها اجمل فتره لكم هالاسبوع هي هاي فتره وجود القمر ببرجكم. الثلاثاء الساعه 6 المساء القمر بيروح لبرج الحمل، بيترك برجكم بيروح لبرج الحمل، بيلتقي بالشمس الساعة 7:30 بصير في عنا قمر جديد المساء ببرج الحمل البيت الثاني. فمواليد برج الحوت بدنا ننتبه، بدنا نبلش نفكر ونركز هيدي المرحلة الجديدة، الصفحة الجديدة قد تكون العلاقة، يكون العلاقة بمسألة مالية، بمسألة شيء بتركزوا عليه، بأمن مستقبل، يمكن نتيجة فحوصات دراسية أكاديمية، امتحان بتقدموا على يمكن وظيفة أو شيء. ففي عنا بعض القصص المهمة ماليا، يمكن استثمار، يمكن بيع شراء، فبدكم تكونوا منتبهين، في شيء جديد بدكم تكونوا واعيين. الأربعاء القمر ببرج الحمل، خميس القمر ببرج الحمل حتى 9:45 المساء توقيت بيروت، بيروح بعدها القمر لبرج الثور. وصول القمر لبرج الثور وبقاؤه كل الجمعة وكل السبت فترة ممتازة لحتى مواليد برج الحوت يتفتحوا ويقووا ويحكوا ويوضحوا، والطاقات اللي عندكم اياها معبرة جدا جدا، وما حدا بعتقد رح بيكون اقوى من مواليد برج الحوت خلال هذه الفترة، اصلا خلال كل هذا الاسبوع اللي اصلا بعتبره اسبوع ممتاز لمواليد برج الحوت. لذلك مواليد برج الحوت حاولوا انكم اذا عندكم عمل وظيفي، اذا عندكم شيء بدكم تكتبوه، اذا عندكم تقدموا سيرة ذاتية، فترة ولا أجمل من هيك للحكي، للتواصل مع الآخرين، لتفسير الأمور، تبرير الأمور، للزيارات، للسفر، لجميع هذه القصص. يوم الأحد 26 القمر وين بيروح؟ لبرج الجوزاء للبيت الرابع. هون يمكن انتم يستفزكم مساله صايره بالبيت مع الاولاد، حدا بتشكى شيء، بيجوا بتشكوا لكم، بصير في اخذ وعطاء، او يمكن تكونوا انتم حابين تقعدوا البيت لانكم شوي مزاجيين، واحيانا مواليد برج الحوت حابين يبقوا لحالهم او ما بدهم ضجيج، بدهم يعملوا شيء يريحهم، وهذا شيء طبيعي. طولوا بالكم يوم الاحد، ما تنزعوا هالاسبوع اللي مفروض يكون اسبوع ممتاز. هلا بالنسبه للمواليد يلي بعتبرها شوي اكثر تعبا من غيرها، هي 19 و20 شباط فبراير. ليه؟ لأنه سحل صار موجود عندكم. هاي المواليد بدها تكون كتير منتبهة، في تحديات كتير كبيرة صحيا، مهنيا، عائليا، الروابط من حولكم مثل العاصفة المارقة، كل شيء منه ثابت بينقبع، فكونوا جدا حذرين بشغلكم، بعملكم، عملكم، بكل شيء، كونوا رايقين وكونوا منتبهين خلال هذا الأسبوع. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية، الشهرية، الأسبوعية دايما طبعا، والسنوية، وما تنسوا تتابعوا التوقعات العالمية. شكرا لكم، باي باي.